رقاق بالبط. النهارده انا هعمل رقاق طري بالبط. يعني اليوم ده دايما بنبقى اجازه فيه من الشغل، فبنحب ان احنا نعمل اكله كده حلوه ودافيه بما اننا بقينا خلاص داخلين على الشتاء. فالنهارده هعمل رقاق هنحشيه بط. دايما لما بيبقى عندنا بط ساعات بيتبقى مننا من صدر البط كده شويه حاجات او الاجنحه، فدي بواقي من البط زي ما انتم شايفين كده. ومعانا سمنه بلدي والمرقه بتاعه البطه اللي انا سلقتها وفلفل الوان، بصل، ثوم، بهارات، بقدونس. انا قلت يعني ايه احبش البطه، يعني ان انا اعملها بالفلفل الالوان والبصل والثوم. حابين تعملوها بس بط وبصل وثوم مفيش مشكله، بس انا حبيت يعني ان انا احبشها. طيب هعمل ايه بقى؟ احط كده، اجيب السمنه. النهارده هنستخدم سمنه بلدي مش زبده، عشان ناس كتير بتحب تعمل الوصفات اللي انا هعملها النهارده دي بالسمنه البلدي. اشوحها كده. الاول اسيح السمنه كلها عشان ايه اجهز الرقاق. طيب هنجيب كده المرقه تبقى دافيه. واتبلها طبعا البط بنسلقه كده في ورق لوري وحبهان ومستكة عشان يدينا نكهة حلوة. هدول اول كده بس شوف محتاج ملح او حاجة. محتاجة شوية ملح. ملح ورشة فلفل اسود. نسيح كده السمنة. اشوح بقى البط هنا عبال ما ايه ما اسقي الرقاق. هنحط حتة سمنة، هنحط معلقة من الثوم المفروم وحبة من البصل كده، والبط اللي مقطعينه كده ومفصفصينه، ارشله كده ايه رشة ملح مع رشة فلفل اسود. احطله بقى ايه هنا الفلفل. عايزه اقول لكم الفلفل الالوان بيدي نكهه جميله جدا للاكل. بس اسيبه بقى ايه كده يتشوح شويه. خلاص نيجي هنا بقى نبتدي بكده نحط كده حبه من البهارات كده على المرقه ورشه كده على البط. مش عايزه احط بهارات كتير عشان انا عايزه احتفظ كده بطعم البط، ما اقعدش كده اغطيه بالبهارات اللي انا جايباها. طيب نبتدي بقى كده نجيب السمنة ونحطها في الصينية. حتى حبيت ان انا اعمل النهاردة صينية الومنيوم عشان ناس كتير قوي في الرواية بتستخدم الصينية الالومنيوم، فانا حبيت كده ايه نعمل الصينية اللي الغالبية بيستخدموها في البيت.
نجيب كده الرقاق الطري. انا كمان بحب، انا جايبه النهارده الرقاق الطري عشان انا بصراحه بستطعم الرقاق الطري عن الناشف كتير، يعني بحبه اكتر. بس طبعا انتوا ممكن تعملوا الوصفه دي برقاق ناشف زي ما انتوا يعني اللي بتحبوه الاكتر، الرقاق الناشف او الطري كده. نحطها كده اهو. نجيب واحدة كمان. انا مش بحبه تخين قوي، فهحط ممكن اربعة تحت واربعة فوق. في ناس ممكن تحط سبعة تحت مثلا وتلاتة فوق. اهو شايفين المرقة مخلياها عامل ازاي؟ مرقة البطة دسمة. خلاص هقفل على ده كده، هحط لها بس ايه كبشة كده. نعمل كده اهو. كده حطينا كم واحدة؟ تلاتة. نحط واحدة كمان. كده. خلاص كده احط بقى ده كده. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا، يعني اعملوه بجد هيعجبكم قوي. اهم حاجه المرقه تبقى دافيه، ما انا احطش المرقه لازم تبقى دافيه عشان تدينا نتيجة حلوة. اهو كده. واخر واحدة هحطها اهو، ودايما نتاكد ان اخر واحده تبقى سليمه مفيش حاجه فيها مقطوعه خالص عشان المنظر، المظهر الجمالي يبقى تمام. كده خلصنا، شيل بقى الحاجات دي بس وابتدي بقى ايه اقطعه. تفتكروا اقطعه مربعات ولا مثلثات؟ نقطعه مربعات. المره اللي فاتت عملت لكم رقاق قطعته مثلثات، المره دي هقطعه مربعات. شايفين بيلمع ازاي؟ طبعا من المرقه عشان دسمه ومن السمنه البلدي. لو في ناس مش حابه تعمله بسمنه بلدي بنعمله بزبده عادي. بس زيت لا مش هيطلع حلو، انا بقول لكم يعني.